بنات شخبوط. انا ما بضيف اصلا. حي عينك، حي عينك. كفزو كفزو يا عمري يا دي سعديك. يا دير بالكم لا نخسر يا جماعه. من يوم القول تستاهل تحكي علي. تيك وين تيك وين لي يسعد ديرك يا رجل. سلطي تعالي شو رايك نعمل عرس لنا وياك مع بعض؟ والله العظيم لنكيف. انا عرسي انا وياك. ولك مالك انت تعرف ان كنتوا سلبقين لبعض فكونا منك يا زلمه. مالك احترم حالك واحكي. تجيبش العيد تجيب ليش العيله العيد؟ الحق علي من جمع راسي. الحق عليك تفتش برا الساعه تخرط مي وزيت انت يا دعبول. والله ولك مين اللي نازل فيها سولو سكواد يا زلمه؟ ولك واقفه عند حده. انت مين ببص فيكي قاعد قدامي؟ بدي اخليه ينزل على المطار. شو الكلام هو؟ واطخه بالمطار. مين هو؟ انت نازل بوس بكفي بكفي بوس خلص. ممنوع الجحفل يا دعبول. جحفل ما جحفل دعبول ما تجحفل. مسموع فيها كل شيء. ما عندي جحفلة. لا ممنوع. ما عندي جحفلة. نافل. لا خذ خذ يا دعا هذا والله شكله موجود. نافل. يا لف اللفة هاي عشان عندك يجي جحفل. لا لا اياد ما بيعملها. من النافل. من اياد ما بيجحفل. ما بيجحفلني اياد يا ناصر. اياد ما بيجحفل. لا ما بتجحفلها. اياد خلص ما تجحفل امانة. اياد ما بيجحفلني. منو ناصر؟ منو ناصر؟ أنا هايو شخبوط. شخبوط شو شخبوط أنت؟ أي كل عام وأنت بخير وعقبال عمر النسر وكل عقبال الميت مليون سنة. لا مش هو مش هو دعبول. دعبول حدك بابا على الكوكب. إيش حدا؟ بمزح. لا مش ميلاده هو اليوم يا بمزح بمزح. ما في إشي ما في إشي كبسو. ورجي شباب انتوا شو تعملوا؟ ارموا 4000 لانه هم بيكونوا دارسينا بيبعثوا 10 تمام فاحنا بنبعث 2 بنكون فرق 2000 في نفوز احنا. شكرا جوجو يا جماعه شكرا الله يسعدكم. ديش اخلط مو تحكي علي. اخلط اخلط يا ناصر اخلط ناصر اخلط اخلط. فاضر شكرا. يلا صلطي قال فاضر نفسه ياد. لا 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 مش اصلا ياد فاضر اللي دعمه اصلا اياد بس خفى حاله. لا لا قال فاضر يعني ايش اياد؟ انت عارف انت عارف زي شو عملت؟ انت عملت زي واحد عاله طوشه وكو قال فاضر. قال فاضر شايفينك يا اياد يا زلمه شايفينك يا عمي. شنو هذا يا عيال؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ بديش العب. شنو هذا؟ قد فاضر قد فاضر اياد شو بصير زعل يا اياد؟ خلص انتهت صحبتنا انتهت. الحكم الحكم سالم سامح الحكم عصلتي شخصا. الموضوع فيها شخصا يا جماعه. يلا هات احكامك نشوف الاحكام. نفذ عصلتي الله يرضى عليك. شخصا جعفل مية دعبول. لا مش جعفل. ما قبل شوي جعفل له والله ويد ضوخه مالك يلا من جعفل يا سلطي. احكام خفيفه لطيفه يلا تفضل. لا غايات والله العظيم انت اقسم بالله. الحكم الاول
تدخل جوا الخزانة حلو، ولما انادي عليك تفتح الباب للخزانة الحكم الثاني. الحكم الثاني، الحكم الثاني، والله العظيم غلطي، والله لا تطلع ترند على الحكم هذا، روح جوا الخزانة الحكم الثاني، لما انادي عليك تفتح الباب تقول لي الحكم الثاني. الحكم الثاني حبيب قلبي اياد الله يسعدك، الحكم الثاني راسك على الارض تتشقلب وترفع رجليك مسطرة. يا سامع يا اياد، يعني بدوش يح شخص، انا معناته اياد بعث لك الاحكام هاي بدك تشخص. لا والله، والله العظيم لا والله، شخص يشطب الحكم وتشطب الدولة وتشليفه. سلام. الحكم الثالث ترقص باليه. ايش مالك يا زلمة؟ عادي انا برقص باليه. انا ما برقص باليه. طب يلا قوم جوا الخزانة. حياتي ما في جوا خزاين. زم يلا يا زلمة طلوا نارك مع الحمام جوا الخزاين تتخوف قاعد. لا اعطينا خمس العالم والله ما بيفتح. يلا يلا روح يلا يا سلطي بالله عليك خلنا نضحك شوي يا زلمه، واحد قرفان يا زلمه يتسلع. اوعى تسوي سحر يا سلطي، دير بالك دير بالك بالله عليك يا ناصر بالله عليك. سالي سالي تقول واحد اثنين مش هربت مني يا دعبول اول امبارح، وامبارح هربت واليوم كمان. يبقى عرض الجولة اللي هربت منكم، هربت مني 10 مرات بكفي يا سالي، والله حرام عليك والله العظيم. أنا كمان لا انا كمان بدي انفذ احكام، اعطيني احكام. ما بدكم تنفذوا يعني؟ لا بدنا ننفذ، اعطيني انا. ما راح احكم عليك يا سالي. أنا أجي بني ما راح لكم على شلون أنت. يا إياد شوف يا إياد يا ترى ما يا ترى مالك؟ يلا سلطي قوم عطينا أحكام يا إياد الله يسعد يا زلمة. شو ما اسمع ليه ما عليك تتحمم يعني؟ آه بتفوت تتحمم. لا يا زلمة ليش تتحمم؟ أرقص بليه ولك. آه أرقص بليه ولك. أنت كيف أنت كيف عايش؟ أقسم بالله العظيم لو ينجمع كل ده. طب يلا فوت على الخزانة، لا حكم رقص ولا شيء، فوت جوا الخزانة ولما نديك تفتح الباب تقول لي مياو. يلا أماني والله لا تطلع ترند والله. شكرا يا إياد، هشوف شو بسوي. ما لا يلا حق الداعمين برقبتي سالي احكي له سالي. طب غير الحكم، هو ما بينفذ هاي الأحكام يا دعبود. ولو شو بتنفذ أحكام يا اخي؟ اعطينا احكام ثانيه اي شيء عادي بنفذ انا، بس هاي الاحكام والله ما بنفذها. لا ما ولا ما غيرك. كيف عايش لعن؟ كيف عايش لعن؟ لا ما بدي اتغزل بسالي. ايش امشي مشي البطة 20 مره دعبول انطي احكام حلوه. طب اعطي بالك انت اللي مشخصنها والله مش اياد. شو حكومه طيب بعدين صدق يعني. طب يلا كاسة مي على راسك. يلا انا بدي انفذ على ناصر. او اقول لك لا تنفذ، او اقول لك كاسة مي باردة من الكولر تحطها على ظهرك وكل ما تفكر. شو هذا صرت ليك انت؟ خلص مش عارف شو مش عارف. هات احكم انا، هات انا بنفذ. لا تنفذي، انا بنفذ خلص. اطلع هسه بلحقك. يلا اطلع هسه باجي. يلا يا عمري الزلمه العمس خالص. يا عمري انا يلا. يا عمري ناصر ناصر كفو. شو اوف الزلمه العمس. ماشي يا اياد ماشي، انتهت صحبتنا، انتهى كل اشي بيننا. اوف الزلمه العمس. او اسمع سلطي تعال سلطي حكم الخلاص. جيتر تبين شوف بينات جيت واب ايه انا زي يلا ايشي اشوف تضحكوا. اسمع بدي امشي بس جيت البطة. يلا امشيها عشان بتضحكوا قاعدين. بين شيء شو هاي مسجد بطة ولا مسجد واحد أصغر ينعلي اللي طرقك؟ امشي مسجد البطة ومسجد بس عنا هيك بطة عرجة مسجد. هذا واحد مضرب موسى برجله تتخوض قاعد
قرمز. لا في بطة تيجي على الواقف والله. قرمز على الأرض يلا. اسمعي يا اسمع اقسم بالله اول مره بلف البطه هيك بتمشي هيك بتحط ايديها هيك وبتنزل لتحت. شو يا هذا واحد مكرسه طالع يا ربع تمشي وعم انت رجلك فش عليه انشعار.